إن قصة كارين هي قصة نجاح عالمي بنكهة إيطالية. هي قصة إحدى الشركات الرائدة في تصميم وصناعة الملابس الواقية المخصصة لمواقع العمل. تأسست كارين عام 1991 على يد أحد الذين جعلوا الحفاظ على السلامة هدفاً لحياتهم. إن تصنيع الملابس الواقية المخصصة لمختلف الاحتمالات برعاية واهتمام عادة ما يفتقر إلى أحدث خطوط الموضة، وهذا هو سر كارين. تنظم كارين دورة إنتاجية كاملة لتصميم كل قطعة ملابس، حيث هدفنا الذي نلتزم بتحقيقه هو حماية العاملين وحتى إنقاذ أرواحهم. لقد كانت كارين أول شركة مصنعة تحصل على شهادة جودة للسترات المضادة للاحتراق والملابس الواقية من الأحماض. وقد أدى هذا الإنجاز الضخم في تاريخ كارين إلى التعاون الوثيق مع كبريات الشركات المصنعة الأوروبية في مجال النسيج المعالج بأحدث التقنيات لإعداد الملابس الواقية. وفقط من خلال تبادل المعلومات المستمر بين المصممين ومتعهدي الخامات يتم تحقيق هذا المستوى من التفوق ليلبي بنجاح احتياجات السوق المعنية بالعوامل الاقتصادية أكثر من أي وقت مضى. تمتلك كارين 3 مصانع، 2 في إيطاليا ومصنعاً في رومانيا. أما مقرنا الرئيسي فيقع في كوجيونو بالقرب من ميلان. وإلى هناك تصل جميع الخامات ليعاد توزيعها على منشآت الإنتاج التابعة للمجموعة. وإلى المقر الرئيسي أيضاً تعود جميع المنتجات الجاهزة كي يتم توصيلها إلى العملاء. في مصنع كوجيونو يقوم قسم التخطيط بتطوير أفكار مبدعة وعملية قبل كل شيء. إن الإبداع في ابتكارات المصممين الشباب عندما يجتمع مع أحدث تقنيات كاد كام لا يقتصر على إنتاج نماذج إبداعية فقط، وإنما يعمل على إضفاء تحسينات على المراحل الرئيسية من عمليات التصميم والتطوير وضبط الأقمشة وتجهيزها وقصها. يتم جمع المواد الخام بالمستودع الذي يفحصها، وبمجرد انتهاء العمل ينظم عمليات التوصيل. وقد حصلت الدورة الإنتاجية في كارين على شهادة الأيزو 9001 والأيزو 14001. تجري عمليات الإنتاج في المقر الرئيسي لكارين في رومانيا، حيث تقوم الإدارة الإيطالية بالإشراف المباشر على تجهيزات مثيرة للإعجاب أعدت خصيصاً لإنتاج الملابس الواقية على نطاق واسع. ولكن دعونا نلقي نظرة على سير العمل لنعرف كيف تتم صناعة زي من أزياء كارين. تبدأ عملية التصنيع بضبط وضع النسيج آلياً، حيث يتم لفه بسلاسة تمهيداً لقصه آلياً بعد ذلك. ويقوم إنسان آلي بتتبع الخطوط بدقة وتهيئة الأجزاء المفردة لتجميع الزي. ولإعداد الكميات الصغيرة فهناك فريق من الخياطين عوضاً عن الآلات. يتم ترقيم كل قطعة على حدة، وهو إجراء لا يستخدم عادة في إنتاج الملابس الواقية. لذلك فإن كارين تعتبر واحدة من الشركات القلائل التي تعتمد ترقيم كل قطعة ملابس. لحياكة الحواشي في المعاطف والقمصان المغلقة من الأمام تستخدم 3 إبر في مواضع مختلفة. تملك كارين عدداً من الأجهزة الخاصة بصناعة حلقات الأحزمة وحشوها بمواد للتقوية. كما يوجد عدد من الآلات المختلفة لعمل عرى الأزرار في القمصان والسترات والسراويل. أما القمصان والسترات ثنائية الإغلاق فيستخدم لحياكتها 2 إبرة في موضعين مختلفين. أما سائر القطع التي تتطلب أن تتمتع بمقاومة قصوى فيتم تقويتها بطبقات تضاف إليها باستخدام آلة خاصة. وتقوم سلسلة من الآلات المعدة خصيصاً ببسط الشريط اللاصق على الأزياء الواقية. أما الملابس التي تعد للاستخدامات القاسية فنقوم بوضع شريط مضاد للمياه على جميع الطبقات. وإذا كانت الملابس ستستخدم في أحوال شديدة القسوة فعندئذ تكون المعالجة ضد الماء حتمية، ويتم إخضاع الجزء المعالج لاختبار مقاومة بأن يوضع في مواجهة تيار ماء مندفع ليتم اختباره على حدة.
توجد الأزرار في كل الملابس تقريباً وتتم إضافتها آلياً. وهناك الماكينة ذات 18 رأساً وهي معدة للتطريزات المطلوبة خصيصاً لكل زي. أما للقطع الدقيقة والنقوش فهناك تكنولوجيا المستقبل وهي القطع باستخدام الليزر. وقبل التغليف والتعبئة يتم كي السترات والسراويل آلياً. لكن كارين لا تعنى فقط بالملابس، فالمجموعة تمتلك مصنعها الخاص لإنتاج أحذية السلامة بالإضافة إلى 40 عاماً من الخبرة في هذا المجال. قسم كي وورك أو قسم أعمال كي. في مصنع موشيانو في أبروتزو هناك مجموعة متكاملة لصناعة الأحذية وماكينة دوارة حديثة ذات 24 وضعاً لكبس نعال الأحذية تضمن أقصى مستوى من التميز في المنتج مع الجودة الحرفية الإيطالية. لنرى كيف تصنع كارين حذاءً. بعد مرحلة التصميم يتم فحص المواد الخام بعناية قبل البدء بمعالجتها. اللون، السمك، العرض ومقاس النسيج، كل هذا يتم فحصه. تنفذ هذه المرحلة بشرياً على أيد توارثت المهارة جيلاً بعد جيل، حيث تقوم بتشكيل الأساس لجودة المنتج النهائي. ينتقل الجلد بعد ذلك إلى قسم التقطيع، حيث تتم معالجة المواد التركيبية لعمل طبقات عديدة باستخدام رأس متحرك حاد وشديد الخطورة، حيث يقوم الذراع المتحرك بتقطيع الجلد. تنتقل الخامات بعد ذلك إلى وحدة تصنيع الأحذية، حيث تعمل أجيال من الإيطاليين المهرة في خياطة مختلف العناصر، مستخدمين ماكينات فاف للحياكة التي تخيط بإبرة واحدة أو بإبرتين. بمجرد تجميعهما يصبح النعل ومقدمة الحذاء الحديدية متصلين. الجزء العلوي من الحذاء جاهز الآن لقسم الكبس، حيث يوضع على قالب من الألومنيوم ذي 24 موضعاً ثنائي الكثافة، حيث تدور مجموعة الماكينة الرئيسية لإتمام الكبس مباشرة. تشتمل مجموعة الماكينة الرئيسية على الروبوت كاواساكي الذي يحكم النعال ويدبسها في الأحذية لتفادي خطر انفلات الجزء العلوي من الحذاء، كما يقوم بإضافة النعال المقاومة للثقوب عند اللزوم. وبمجرد أن يتم كبس النعل يسوى الحذاء يدويا لإزالة الزوائد قبل إضافة الأربطة والنعال الصحية. كوجيونو، موشيانو وفوسكاني هي ثلاثة مصانع ذات مهمة واحدة فقط، حماية العاملين من كل المخاطر المرتبطة بالأدوات المستخدمة ومن الحوادث المفاجئة، حماية العاملين من سوء الأحوال الجوية. لهذا تفحص كارين كل قطعة مفردة قبل وأثناء وبعد إنتاجها. إن سلامة المستهلك هي دوماً العامل الأهم. يمتد نطاق منتجات كارين الآن ليغطي عدداً من المجالات مثل مكافحة حرائق الغابات، حماية المدنيين، البتروكيماويات والتعدين، الدوائر الكهربائية، الملابس المرئية بالظلام، ملابس الحماية من البرد والمطر، ملابس العمل النموذجية، ملابس العاملين بالصناعات الغذائية، الكماليات وبعض أزياء معينة للجيش. يمكن أن يتم تخصيص منتجات الملابس بتفاصيل معينة، وذلك باستخدام مجموعة واسعة من تقنيات الرسوم مثل تطريز الشعارات والعلامات فوق الزي مباشرة بدقة عالية أو لصقها باستخدام الحرارة. تقوم كارين بالإنتاج والتصدير إلى جميع أنحاء العالم. اليوم يمكنك الاعتماد على كارين لحمايتك من أعلى رأسك حتى أصابع قدمك.